أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على مواصلة مملكة البحرين فتح آفاق جديدة من الشركات المالية والاقتصادية الواعدة مع مختلف دول العالم بما يحقق التطلعات المنشودة. وخلال اجتماعه مع السيدة ميا أمور مولتي رئيسة الوزراء وزارة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمارية في بارادوس رئيسة لجنة التنمية في البنك الدولي للدورة الحالية عبر تقنية الاتصال المرئي، نوه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بحرص مملكة البحرين على فتح آفاق جديدة من الشراكات في مختلف المجالات وبالأخص في المجالين المالي والاقتصادي بما تعود بالنفع والنماء على البلدين، مؤكدا معاليه على أهمية تنسيق العمل المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي على كافة الأصعدة بما يسهم في خلق فرص نوعية في مختلف القطاعات. كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. من جانبها أعربت السيدة ميا أمور عن شكرها وتقديرها لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، مؤكدة حرص بلادها على فتح آفاق جديدة من الشراكة والتعاون الاقتصادي مع مملكة البحرين.